لكم ان شاء الله جوله في لي برودوي. انا على حسابي. شوفوا البنات شوفوا شحال خاطر، شفتوا هذا خاطر وشمه، هذا ريحه ديال الكولونيا، وفي حتى الصابون، ريحه الصابون هذاك كنحكوا مباشره قدامكم. ها هو شي في سبرديلات واش خليه بحال ما كنديروا بالكويطات العريصات اللي اكثر مبيعا، وكلشي الناس كيسولوا عليها، ديال 100 درهم كي جات اليوم البنات، جات واعره صدقوني. الكويطات اللي كتشوفوا اليوم كلهم هنايا 4000 ريال، كاين ب 250، كاين ديال 300. اليوم شوفوا الفصل الاخر كيفاش كيجي مانطا مبرة واعره البنات، الجديد اللي جا ما شاء الله كيجي مانطا يعني فراش وغطى تغطي على البلان. دا ليكم منو نيت هذا الموديل باش تشوفوا اللوينات ديالو، كيجي غزال ما شاء الله على ستيل 90 وتفرش متر و20. شفتوا فيها اول لون هو هذا، هذه هي الكود ديال الحساسات ديالهم، فيهم البوردو، فيهم هاد الباج واعرين البنات، 6 ديال البياسات ب 4 ديال البياسات. اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، فيديو جديد ونهار جديد. وبلاشك عرفتوا انا اليوم فين جينا، رجعنا لكم لدارك وكاين الجديد. اليوم كاينه واحد الهوته في الكويت ديال جوج بلايص واعر، فيه واحد الهوته خطيره، غيتبعونا من الاول حتى الاخر. المانطات كذلك اليوم ابتداء من 100 درهم، هذا الشيء كله الجديد. بالنسبه للمخده السيليكون ما شاء الله راها ما بقاتش، راه كان عليها واحد الضجه، راه بقات شي حاجه قليله اللي بقات ما شاء الله، هذه اخر دفعه جات هذا الشيء اللي بقى منها. اليوم ان شاء الله كاينه حلقه العريصات الجديد، العريصات كيف ما وعدناكم في الفيديو اللي فات، عاوتاني الجديد اللي جا في العريصات، في البينوار، جا في الكويطات، في ليزور كذلك، وعاد المانطات تاهما الجديد اللي جا فيهم دابا، دخلت المانطات ثقيله حتى هي. ان شاء الله نبداو باش تشوفوا كل شيء. بالنسبه للمحل كيتواجد في مدينه الدار البيضاء، احنا في بلفيدر، النعت راه باين، ما عندكمش فين توضروا، في مقاطعه الكبيره ديال صخور السوداء، حيت كاين الناس اللي كتمشي روش نوار. المقاطعه الكبيره جات على الشارع الكبير، على الهبطه ديال محطه المسافرين، حنا اونفاس معاها، الناس اللي تجي في الترام تهبط في محطه الياسير، غير كتجوج غير واحد جوج خطوات وتم راجعين لعندنا، وجينا ورا لاباتيسخي امود. لاباتيسخي امود شفتوا هاد الزنقه هادي هو وراها، اللي سولته على لاباتيسخي امود جيو ليه وجيو بالزنقه اللي وراها، المحل هو هذا، تيحلوا طيله الاسبوع ما كيسدوا حتى شي نهار، لا ليفغيزون في كازا وفي خارج كازا كذلك، تيحلوا من 10 حتى ل 8. صباح الخير. صباح النور. كي دايره ناديه اختي؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. كي بقيتي من الهوته؟ البنات انا كنشكركم بزاف، وكنشكر هذا المزيل الفن اللي كيجيبكم. الله يحفظك اختي ناديه، كلكم زوينات ما شاء الله عليكم. انت واعره اختي ناديه، 50 درهم معليش، حنا ديما الهوته. الحمد لله كلشي استافد، الحمد لله جوج مرات في الشهر نبرعوهم. الله يعطيك الخير. الايام الاخرى راه اللي بغى شي حاجه يجي مرحبا بي، مرحبا والف مرحبا، الله يسخر ويجيب التيسير. الهوته راه ديما في المحل ان شاء الله، الله يجيب التيسير. ولا ما كانش نحضروها ان شاء الله. الناس اللي ما شافوش الفيديو راه حطينا البارح واحد الفيديو مع الجوج واعر اللي دارت فيه الناديه اختي، ماشي ليكيداسيون، دارت فيه الفابور، الفابور كتاخدي وحده والثانيه فابور، وكاين اللي اكثر من الثمن ديالها وكتاخدي جوج، حتى 70% حتى 70 80% ديال 50 درهم. البنات مرحبا بكم و100 الف مرحبا، ما غاديش نطولوا عليكم سميتو. المهم كنشكركم بزاف، وكنشكر داك الاستقبال ديالكم اللي كتستقبلونا. كيقول لك توحشناك، وراك تقريبا راه ثلاث اللي كنكون مع اختي ناديه. كانت شويه عيانه، الله يشافيها ويشافي جميع المسلمين. يا ربي امين، يا ربي امين، يا ربي امين. الله يشافي واللي كتوجع الله يفقه حياته. يا ربي امين. واللي كينتظر شي خبر الله يا ربي يسمعوا خبر الخير. يسمعوا كيف بغى. يا ربي كيف كيتمنى له. يا ربي يا ربي. والله يجعلنا خفاف على قلوبكم، انتم شفتوني البارح وغتشوفوني اليوم. مرحبا بك. والكلمه ديما ليكم، والشكر ليكم زعما على الدعم ديالكم وعلى بزاف ديال الحوايج. والبنات انا كنطلب منكم غير لي بارطاج باش تعم فائده على الجميع. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عليه افضل الصلاه والسلام. عليك افضل الصلاه والسلام يا حبيبي محمد. اليوم بواحد الحماس. أيه. اليوم عريصاتي الله يكمل عليهم يا ربي، واللي باقي ما عندهاش يا ربي تجيب ليها وتبلغها المقصود ديالها. شي نقرا فين غبر نعاسها. هالدعوه زوينه د الوالد. اييه راه ملي كانت الله يرجع نقرا فين غبر النحاس، والله يجيب لك ولد الناس، والله يعطيك الذريه الصالحه، هذوك الدعاوي ديال الله يثبت الغرس. الله يثبت الغرس، الله يتمر، الله يتمر. هذا الشيء كله كان مني كان الباش، وكانت الحفله في الزنقه، وكان العرس سبع ايام، وبعدهم كيجريو السطوحه. وفوق هادشي كامل كنشكروا حتى هاد الوقت ديال التكنولوجيا،
اللي سلوكه حدات كل شيء الحمد لله. الحمد لله يكمل عليهم كامل يا ربي امي. الله يسهل على وليداتنا كلهم. حتى اللي تزوجات في القيطون وفي السطح راه اليوم كتزوج بنتها في القاعه فاخمه وهذا الشيء جابته الوقت ديالو. هذاك الشيء كله وقته وقته كله وقته. الشباب يا ربي تمول لهم تيسر لهم تيسر لهم يا ربي ونبداو ان شاء الله على بركه الله ونبداو باول بلاصه. والبلاصه ديال القوه ديال ديك السيمانه راه تبارك الله راه تشطب ما بقاش ديال 150 واليوم جبنا لكم عاوتاني كأيه الجديد. نبداو ان شاء الله باول موديل هو الكويطه البنات. شوفوا ليا كاين اللي فيه دوبل فاس وكاين اللي فيه فاس واحد. هادو ضد الحساسيه لانهم ما كيشدوش الخمله. انا دي اختي المخده نشوفوا المخده دابا الخريف اكثريه ديال الناس ضد الحساسيه فهاد الوقيته فاش كاين بلا ما تخش غير غير شوفوا ماشي صغيره انت اللي باش يعرفوا كيبغيو هما كلشي التفاصيل. انتم المخده كتجي على هذا الشكل. ها هي 150 درهم 3000 ريال. اول لون هو هذا اللون اللي تقدري تخدمي فيه جوج ديال لي فاس ماشي كلهم فيهم دوبل فاس. شوفوا هذا بالغوز البنوتات للشباب اللي مهم فيهم بزاف هو انهم الحساسيه وكيهنيك من المنطق ما ديرش المنطق حيت هو دابا حنا مولفين كنا كنتغطاو بالكوت ما تغطاوش بالمنطق ما بقايش عندنا في الدار المنطق. شوفوا والفم صعيب اييه شوفوا راه مخيط وتالتوب ديالو هنا زوين. هذا توب واعر شوفوا فيهم لوينات غير ديري سكرين واخا غتجي للمحل ديري سكرين باش تجيبي معاك اللون باش حتى هما يجبدوه لك نيشان. كاين هذا الماغون هذا ها هو وكاين مع السكرين البنات الصبيعات تخلي لي الصبيعات اييه. كاين هذا اللوين هذا احمر دم الغزال واخر لون اييه ما شاء الله. وندوزو للموديل الثاني. شوفوا الجديد البنات في الكويت بلاصه ديال الكانيش. شوفوا ليا كيجي هكا اللون في اللون ما شاء الله. في هذا الشيء تما للحساسيه راه تغطوا فراش غطا فراش غطا ما شاء الله خفيف وسخون ماشي ثقيل. اللهم بارك. هذا اليوم 230 ماشي 250 230 والمخده ديالو اختي ناديه ها هي مخدوره. شوفوا المخده ديما كتكون هكا وكيكون خدمة ديال المعلم الفيزين باش تبقى واقفه باش تبقى واقفه. اول لون هاد الموف زوين فيها الابيض بالكانيش في الباج وهذه في التفريش. انا دي اختي قلبي هكا الكانيش قلبي قلبي هكا وكتحط المخده كيجي هكا فن في الحطه ديالو شفتو هكا كيتفرش. هاد الاصفر حتى هو غزال ما شاء الله. كاين هادو السامبل وكاينين هادو مذوقين هكا حتى هو. انا دي اختي قلبي من اللي كيفاش هيجي في التفريشه ديالو هكداك هكيفاش هادي شتو كيجي هكا كيجي غزال في التفريشه ديالو. والكانيش ديالو زوين. شوفوا لي هاد اللون هذا كيجا ما شاء الله. واللون ديال الكانيش الكري وشوفوا شوفوا هنا الكانيش كيفاش داير شتو كيفاش داير زوين ما شاء الله. 230 ماشي 250. شوفوا هاد اللون هذا 230 واللي خدات جوج نحسبوهم ليها ب 450 درهم كتنقص لك 5 شوف ما شاء الله اللي عندها بحال عندها وليد وبنيته. شوفوا لي هذا هذا عاوتاني شكل اخر هذا عاوتاني هذا ما شاء الله من الجديد واعر. شوفوا كيفاش كيجي من هنا هانتوما. هذا تقدري تخدمي به الغطاء وديري حتى في الكاش. هذا بحال هذا بحال هذيك لاكويت البلونش كنديروا اي البيضه كتكون حيت هذا كيكون فيه واحد التوب واحد المعايير صحيه واش فهمتيني. هذا الحساسيه 100% ما عندوش شي حاجه اللي كتضرمو الحساسيه ديما هذا اللي كيكون هكا ليس كيكون ديال الحساسيه كيكون واحد التوب سبيسيال. هذا ما فيهش المخده هذا جا هكا بوحدو لاكويت البيضه جا بوحدو فيه دوبل فاس فيه فاس كيكون فاس بحال دابا هذا موف هذا دابا هو الكويت ديال الحساسيه هذا ديال الغطا الناس ديال وليدات ولا ناس كبار حتى في لي كاش كويت بلا كان عندهم لي كاش اييه كديري في ازار ولا كويت حيت الحساسيه ما كيبغيوش البيض كلك البيض كيتوسخ وهما اللي طلبوا دابا هادشي اللي كنجيبو حنا راه الطلب ديالهم حيت ملي كيجيو كيقولوا لنا الكويت الحساسيه كنوري لهم كيقول لي واش كلها بيضه ما كرهناش كون كانت في اللوان ها هي في اللوان وفي جوج لوان بجوج لوان وكبيره كتفرش حتى المتر و20 تفرش 90 وتفرش متر و20 شفتو فيها. اول لون هو هذا هذه هي الكويت ديال الحساسيه.
شوفوا اللون الثاني اختي ناديه، كتجي دائما لون والديكغادي ديالو هنا البلومارين، وهذا البلوغ وهذا نتوما. هذه جات هكا بلا مخده، والثمن ديالها 300 درهم، ما قلناش لكم الثمن. هذه شوفوا، هذه انا عارفاها غادي يبغيوها بزاف الناس. غادي تشديها وغادي ديرها في لاماشين، ما غديها لا للصبان لا حتى لشي واحد، غديرها في لاماشين ديالك وكتكون عندك 5 كيلو وغادي تخرجيها ناشفه. عليكم السلام. شوفوا هذا الكري اخر لون، هذه من القوات اللي غادي تلقى اقبال ان شاء الله، لان فعلا زوينه وحتى في الطي ديالها وداك الشيء ما كتشدش لي سباس. شوف وندوزو المحبوب السيدات اللي دفعه فيه هذه، هذا الشيء اللي بقى فيه. هذه اخر دفعه البنات ان شاء الله، هذه بزاف مطلوبه وبغاوها الناس حتى في جوج بلايص. زينب غادي تكون ان شاء الله الفيديو الجاي غادي تكون ما طفنا هانتوما، وتمنا مصوفه الستيك داير عليها كامل. وشوفي لافينيسيون ديال لاستيك، وكتجي لاصقه بحال على الماطله ما شاء الله. وفيها الالوان، الالوان ديال اختي ناديه فيها هذا اللون، هذه المنطه ديال لاستيك وبالمخدات ما شاء الله، كلها دايره هذه تبارك الله، راه ما كتبقاش غير وكل عام واخا كيكون عندك كتزيد تاخذ، كتقول لك باش نبدل. هي محدوده ولكن منين غادخل زواقه جديده ان شاء الله اللي غيصوروها عليهم. انا معاكم، ولكن هذه دابا مابقاش فيها اخر دفعه فيه. كنصحهم بكل شيء باش ما يقولوش لنا الكذابين مشينا ما لقيناش. كيقول لك اختي السلعه اللي شفنا، قلت لهم انا قلتها لكم، انا واختي لطيفه قلتها لكم. اش قلت لكم؟ قلت لكم هذه السلعه اللي هبطت ل 50 اللي طاحت 80%، بياسه جوج بياسات كميه محدوده منكم، ما خبيتش منكم كمية محدودة. داكشي اللي دار لي مكتبه لي شي حاجة راه كيديها ما شاء الله بصحتهم. هادو 130 جوج 250، اللي بغات تاخذ البنيته وليد ولا تاخذ جوج وليداتها 130 جوج. حاجة كتباع هادي حتى في جوج بلايص. الزرق ديالو هاد الزواقة فيها الغوز والزرق، إلا بغات بحال بحال راه اختي هادي. ها هي الغوز ها الزرق، الوليدات والبنيتات. وهذا حتى هو فيه الغوز وفيه الزرق اللي بغات، فيها الغوز وفيها الزرق 130 جوج 250 درهم. والماطله باقي العرض ديال الا خديتي الماطله كتاخدي المخده كادو الميديكال. مقلوبه ها هي، انتم راه هي ضد الحساسيه طبيه وطبيه، هانتوما كيفاش كتكون على حساب الناس اللي عندهم سياتيك ولا عندهم الظهر ولا عندهم، راه كتكون زوينه وراه كتبقى بحال هكا. هادي 90 على 190، والعلو العلو كتكون هي معايا مكتوبه فيها 25، ولكن البنات راه كتكون ما بين 24 23 ونص. باش نكون صريحه معكم، ما تقوليش لي ديتها وعبرتها ولقيت فيها، هي هي مكتوبه فيها 25 منين تنعبروها ما كتوصلش 25 23 انا ما نكذبش عليهم. والمخده كتاخديها كادو، خديتي سواء بلاصه خديتي جوج بلاصه، كتاخدي جوج المخاد الميديكال مع الماطلات. نمشيو دابا ان شاء الله، العرض مستمر ان شاء الله على وجه الله يحفظك اختي ناديه ويكبر بك والكليان ديالنا. هذاك الشيء اللي كاين يستاهل اختي ناديه، يستاهل كل خير والله. يلا نمشيو نشوفوا شي دويره في العريسات، يلا معايا البنات نديروا شي دويره العريسات ديالنا، ماشي غير العريسات، حتى اللي عندها شي مناسبه معروضه وباغا تفرح العروسه. وشي مغيتش لمها على حنا ملي تزوجنا كان هاد الشيء راه ما كانش، كانوا غنلعابن. هاد الشيء جديد عاوتاني. لعابن والمنطاد، داك الشيء واعر. فن هاد الشيء اختي نادي غزالين، فن هذا. هذاك هو ديال الجاكار. كاع ما شفت انا هاد الشيء. لا هذا الجديد. ما شاء الله. الجاكار وكاين اللي ما كيبغيش المنطاد كيبغي كويت عامر، هذوك راه كويت. هذا هو الجديد شتيه، بلفات راه ديما تركيا. ما شاء الله. اجي نبداو ليهم من هنا، نبدا لكم من نونيت هذا الموديل باش تشوفوا اللوينات ديالو كيجي غزال ما شاء الله، على ستيل هكا بحال كابيتوني. شفتوا كيفاش كيجي؟ هذا فيه 4 ديال البياسات، يعني الكويت وجوج مخدات. فيه هذا الماغون هذا والثوب ديالو رائع. شفتوا ليكم بحال داك الخدمه ديال كابيتوني. فيه هذا البلو هذا، فيه الابيض وفيه الغوز. 650 درهم، 650 درهم. وفي حتى هذا بلومارين ولا غرينوار؟ بلومارين
غرين واغ شو كيفاش كيجي ما شاء الله. 650 راه الثمن القديم، الثمن الجديد 600 درهم باش كيبقى دابا. دابا 600 درهم، دابا 600 درهم باش غيبقى يتنقصات لكم 50 درهم. العريصات ديالنا وعرتي كادو غزال هذا، تحمرت الوجه صراحه فن، وحتى لدارك زوين عجبني انا، ما عرفت حيت فيه داك الستيل ديال كابيتون يعجبني، بالاخص اللي عندها طاي دولي كابيتوني ديال طابيسي. نشوف لكم هذا الموديل، هذا حتى هو، نشوف هذا ديال الجاكار اللي جديد حتى هو غزال هذا. شوفوا كيفاش التوب ديالو كيفاش داير، شوف التوب ديالو واعر كيجي هكا نتوما، شوف كيفاش كيجي في التفريشه ديالو. حتى هو فيه 4 بياس، الثمن ديالو 700 درهم. عندنا فيه البرج، فيه الغوز، فيه الابيض، وفيه الكري، 700 درهم. عاوتاني هذا الموديل البنات كيجا، هذا بحال ستيل هكا مطلاصي، شوف زوين كيجي هكا في التفريشه. شوفوا ليا خيدات مطروزين، كتجي الطريزه هنايا في الجناب، كيجي بحال ستيل هكا. هنا هو هذا الدونتيل هذا، ها هو، وفيه البيج، فيه الغوز، وفيه الابيض. هادو كيبقاو شحال هادو زينب ناديه؟ شحال هادو؟ هادو ب 950. هادو اللي ما كيبغيش فيه فيه البيض، وفيه البيج، وفيه الغوز، كيجي بحال هكا. شتو كيجي هكذا هالوينات اللي فيه. هذا شفناه، كاين هذا الستيل هذا هكا، ستيل مانطا هذا. شوفوا لي هذا الدونتيل هذا اللي كيجي مخدوم فيه، ومن هنا كيجي مانطا. ها انتوما كيجي هكا في التفريشه، حتى هو فيه البيج، فيه الكري، فيه البيض، فيه الغوز، فيه هذا الدم الغازل الاحمر. شفتوا هادو ديال تركيا، ما مارك ديال تركيا. كاين هذا الشكل عاوتاني حتى هو جديد غزال هذا. شوفوا هذا كيفاش عاوتاني، هذا مانطا محفره 950، فيلفات ديال تركيا، لا مارك ديال تركيا، ترابي البيج، وفيه هاد السومو هذا. كاين هذا حتى هو مانطا، وكيجي حتى هو هكا بهاد الدونتيل هذا، وفيه هاد العقيق هكذاك في هكا، والوانو راه كارطون. شفتو؟ وفيه حتى هو الغوز، فيه الترابي مغلوق، فيه البيج، وفيه بيج مفتوح. بلونكاس الثمن ديالو 800 درهم، الترابي ديالو هو هذا 800 درهم. هذا شكل، هذا عاوتاني شكل اخر، هو نيت في الدوغي، الدوغي ديالو، الدوغي ديالو كاين البيض وهالابيض. هذا عاوتاني موديل اخر، هذا حتى هو كيجي مانطا محفره، وكيجيو فيه اربعه المخدات، جوج مطروزين، وحدين سامبل ديال التوساد، وكيجي فيه حتى هو هذا الدونتيل هذا. نوريه لكم، يا ربي امين. المخده هي هذه، حتى هو فيه الالوان، الثمن ديالو هذا 1000 درهم. فيه البيض، فيه الكري، فيه الغوز مرتديله، وفيه البيج. ان شاء الله هذا الباك هذا ديال بينوار البنات، حتى هو كادو هماوي، كيكون فيه بينوار هكا عروسه والعريس حتى هو. شتو شحال فيه من بياسه هذا؟ 24 بياسه، كيجي على هذا الشكل. ها نتوما بانطوف، هما البياسات اللي كيجيو فيه، الثمن ديالو 1350. شي كادو، شي عروسه هماوي. نكملوا في واخا نشوفوا بينوارات، كاينين هادو يلبسوهم فالونتيني، هادو يلبسوهم الرجال والنساء. هادو التوب هما هذاك الفوطا ديالهم غليظه غليظه، وكيكون جهه فوطا وجهه مبره. 450 في هاد الفيغ، وهذا في هاد الترابي هذا، فيه البيج، فيه داك الكاشيري مغلوق، فيه الزرق. قلت لكم هذا اكثريه فيه اللون الرجال والنساء، البيض، البلون كاسي، وهذا البريك، وهذا البريك هما. كاين هذا عاوتاني فيلفيت، هادو ديال تركيا بحال الكويت. وهو الثمن كيختلف على حسب الرق ديال البينوار ولا الغلد ديالو. بحال دابا هادو، هذا رقيق شويه، هذا داير 650 درهم، حتى هو 6 ديال البياسات، يعني جوج بينوارات، جوج فوطات كبار، وجوج صغار. كاين هذا حتى هو، هذا حتى هو، هذا 800 درهم. كاين فيه هذا البيض بالكاشيري، وفيه هذا البيج طوب هذا بهذاك اللون بحال البوغدو مغلوق، هذا حتى هو 800 درهم. هذا فيه الطرزه، فيه الخضر داك الفيغ او، وفيه البلوغوا وبالباش.
هذا عاوتاني 950 درهم هذا عاوتاني ثقيل وباين فيه ديك الطرزه ثقيل وباينه فيه الطرزه وفيه حتى حتى البانطوفات زايدين فيه حتى هو الباج الباج طوب وفيه هنا البيض وبالغوز كاينين حتى هادو فيطات هكا اللي بغى هاد لا شوفوا ليا هانتوما كيجيو سته هادو حتى هما نفس لا مارك 200 درهم وكيجيو هادو حتى هما سته هادو كبارين 350 درهم ها الالوان اللي فيهم شوف هادو مبرا مبرا بالفوطه كاينين هادو كتكون الفوطه ديال لاستيك بالبوني ديالها والبنطوفه 200 درهم 200 درهم فيهم حتى هما هاد الغوز وفيهم هاد الباج شفتوا هكا وندوزو لهاد الكويطات هادو انتوما هذا ازار هكا كيف ما كتشوفوا الجديد هادو ديال تركيا زينب هادو ديال البرتغال ديال البرتغال كتجي فيهم هاد الطريزه شحال بياس كيكون فيهم كيكون ليزار وجوج ديال لاستيك وزار ديال الغطا وجوج المخاد اربعه ديال البياس اربعه ديال البياسات في الالوان هذا فيه نفس اللون الباج وكتبدل كتختلف كتختلف في الالوان ولا في الطرزات الطرزات بحال دابا هذا الثمن ديالو 500 درهم شوفوا هذا وهذا هذا الثمن ديالو 350 درهم هذا فيه تا هو ليزار ديال لاستيك متر و60 وزار ديال الغطا وجوج المخاد هادو ما الزواقات اللي فيه هادو ما فيه فيه الالوان هذا فيه الالوان واخا نشوفوهم هم اللوينات ديالهم فيهم البوردو فيهم هاد الباج واعرين البنات 6 ديال البياسات ب 4 ديال البياسات شوفوا الالوان غيبقاو لكم اليوم ب 350 درهم هادو هما الزواقات اللي فيهم والثوب ديالهم ثوب زوين بغيت غير نوصل الثوب هادشي فيه ها شو الثوب ديالهم كيفاش داير ما شاء الله هادو لي زور كاينين حتى هاد الكويطات هادو ها هما هادو الخفافين اللي كيبغي شي حاجه خفيفه بحال ديال ساتان هادو ماشي بحال ساتان راه ساتان كيجيو هكا شفتو فيهم جوج ديال الموديلات عاوتاني كاين 750 وكاين 850 الاختلاف عاوتاني فين كاين غير في البروكار هذا كيكون بروكار شويه غليظ هذا كيكون رقمي هذا 850 وهذا 700 درهم وهذا 700 درهم كاين هذا عاوتاني قلتي لي هذا فغي هذاك 1250 هذا فغي بروكار هذا بروكار جوده ديالو زوينه شكل فيه الباج فيه الغوز وفيه الكري وفيه الكري ديالو مخدوم بداك البلوغوا جا غزال حتى هو الثمن ديالو قلنا 1250 1200 كاين هذا حتى هو بروكار هذا حتى هو 950 هذا كيفاش كيجي هذا بحال المبرا شو كيجي بحال هكا فيه حتى هو الغوز فيه الغوز وفيه الترابي فيه الترابي جوج ديال الالوان وكاين هذا حتى هو ثلاثه ديال الالوان فيه ثلاثه فيه حتى هو الابيض هذا ديما هذا ديما كيكون فيه البروموسيون هذا شحال هذا لوينات شتي هذا هذا الثمن ديالو 650 650 هو كلهم سته البياسات ها اللون البيض والباج وكاينه هاد لا دام هادي اللي هي واو 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 شوفوا لي البنات ها ها لي كولور ديالو وهاد الفريشه كاين كيجي هماوي هذا تا هو شتيه كبير اربعه المخاد كوال كيجي على هكا 6 ديال البياسات 6 ديال البياسات 1000 درهم والثمن ديالو 1000 درهم الابيض الغوز هذا راه ثمن زوين البنات والترابي حتى هو هذا راه غليظ البنات ها انتم هذا الشيء راه ما كيبغيش يتحل ها انتم شوف هذا البنات الثوب ديال ليزار ديالو المخاد كيكون الجيم راه صحاباتي غيفهموني كيعرفوا الجيم ياك هذا الجيم حتى حتى لومبالاج ديالو كيجي معاه اللي كيدار فيه كيجي معاه شتي شي زوين هادشي 1000 درهم وهذا الا غادي نقولوا هذا راه هانتي قربيه اليوم راه غادي يعرفوه هذا راه الخيط 100% هاد لاكام هادي كتبان واحد الوقت وكتغبر ما كتبقاش تدخل ومني كتدخل كندوزها لكم هادي زعما اكثر حاجه كتباع ما شاء الله في المحل عرفتي علاش شوفي الوانها كي مأدبين فيها الترابي الغوز والبيض فيها البيض وفيها الغوز ندوزو دابا للمانطا ان شاء الله هي المانطا ديال 100 درهم كي جات اليوم البنات جات واعره صدقوني يا البنات جات واعره انا كنت كنصحابتهم هادي غيقولوا لي 130 ما شاء الله شوفوا لي الالوان اللي جاوا فيها شوفوا لي هذا اللون واعر هذا اللون هذا شوفوا الموف الغوز شوفوا لي البلوغوا ديالها كي جات المانطا ديال 100 درهم ما شاء الله ماو سيال فناجاتو كبيره كيف ما كتشوفوا الابيض هادي فراكه هادي عاوتاني فراكه ومحفره ومن الداخل والابيض المانطه البيضه كتكون قليله ها هي جات
عندنا 120 درهم، فيها البوغدو غيبانوا لكم داك الزواق اللي فيها في الالوان مغلوقين، فيها حتى الباج، فيها هاد الانوي كيقولوا لي الكري، هاد الماغون، هذا فيغ او والغوز، ما شاء الله. شوفوا لي المانطا الاخرى، هاد المانطا البنات بهاد الطول وبهاد العرض جات واعره الطبعه ديال المانطا الكبيره 130. شدي ليهم بالعرض يشوفوا العرض ديالها 130 ما شاء الله. شوفوا فيها هاد السومو، هذا المانطا كلها تحتاج جوج على شوفوا لي، شوفوا لي البنات هاد المانطا هادي 230 230. شوفوا لي هادي الزواقه 130 درهم، 2600 ريال. شوفوا شوفوا هاد اللون، هذا الموف، هادي كاع لوينات سكرينيو، سكرينيو البنات لي سبايس كيف سكرين، وبارطاج البنات مع احبابكم وصحابكم وجيرانكم باش عم الفائده، وشي كومونتير زوين فحالكم الله يحفظكم ربي يصد ديالنا يا ربي امين. ها نتوما واعر وعلى هاد اللون غزال، واو على هاد اللون كيدير ما شاء الله فنين. قبل ما نوصل لعندك تقولي واو فنين، وتا هما غيعجبوهم تا هذا من اللوينات الزوينين اللي كنا كندوزو، هاد اللون زرق واو على الابيض. المهم مطاف الابيض انا ما عديش معاه بزاف. نشوفوا الكويت، هاد الكويطات اللي كتشوفوا اليوم كلهم هنايا 4000 ريال، كاين د 250، كاين ديال 300، اليوم هذا الشيء كامل غيبقى لكم 200 درهم. نبداو بهذا الكويط، هذا هو الاول، هذه هي الهوته اللي قلت لكم في الكويطات ديال 200 درهم. شوفوا هذا بجوج المخدات، هذو كيفرشوا غير 240، كيفرشوا متر و40 اللي تيفرشوا. سير اختي ناديه متر و40 البنات هي ستوندار، هي الناموسيه د متر و40 الصغيره العاديه. ها انتوما شوفوا لي في هذا الابيض بالاحمر الشقي الالوان الفاتحه، حتى هذا اللون واعر، حتى هذا اللون زوين. هذا الغوز، هذا كاين، هذا البلوغوا، هذا واو على النوار اسود ما شاء الله سيد الالوان. اللون كيجا غزال حتى هو ما شاء الله، المخدات ديالو من الكويطات اللي فيهم الهميزات. هاتي اليوم راه كلشي غيفرش ب 200 درهم، راه هذه هي الهوته البنات. كاين هاد الحلقه كندير لكم فيها هوته كادو كادو. شوفوا هذا الكويت، كنقول نذكروا الهوته راه كتكون كميه محدوده. شوف ماشي جوج بياسات ولا اربعه د البياسات، تقدر تكون فيها حتى 30 بياسه حتى 50 بياسه حتى 100 بياسه، ولكن كتكون محدوده حيت ما بقاش عندك منين تجي تاخذيها. هذا البنات الكويت اليوم الكانيش ديال 250 200 درهم، هالالوان اللي فيه، يلا هالهميزه البنات سريعوا باش تستافدوا في تخكوا. فيه الموف، عاونوها عاونو هذا الشيء معليش الموف، وكاين عاوتاني مبرا اللي ما كيبغيش الكانيش، هادو حتى هما 250 البنات. ها هما شفتوا هادو حتى هما مبرا، هادو خفافين. ها اييه هادو جمعيه كامل اختي ناديه الليالييه ما ها هو شفتو السيش انتي وشديه وخشيه فحال هكا في لاماشين، انتي خشيه في لاماشين وجبديه 200 درهم. كاين هاد الشكل هذا، والبنات السكرين الله يرضي عليكم السكرين، حيت السكرين كتسهلوا علينا كلشي. شوفوا ليا اللون زوين هذا الزرق، هذا درك كانوا 250 درهم البنات، كميه اخر لون 200 درهم هو هذا الجديده البنات، كويت واعر هذا، والعبار الكبير اللي فرش متر و60. شوفوا لي الشكل ديالو، الثوب فيه زوين عرفتوا البنات، هذا ثوب واعر، هذا على حسابي خذوه، ثوبو غزال، المخده ديالو كبيره. شوفوا ليا، وكنشكر المتابعات ديالي على الثقه اللي كيديروا فيا، حيت دابا يلاه قالوا لي البنات لطيفه البرودويات اللي قلتي لهم جربتي وشكرتهم راه ما بقاوش، عرفتوا ما بقاوش، جابوهم وعاود تقاداو جابوهم. ان شاء الله دابا ندير لكم واحد الجوله ان شاء الله في السيمانه الجايه ان شاء الله، من غير هذه اللي جايه غيكون
غادي نوجدوا لهم حلقه ديال البرودوي بجميع الاشكال ان شاء الله. ان شاء الله غادي نحاول ندير لكم. كيقولوا لي لطيفه ما كتعطيش البرودوي الحق ديالو، دابا ان شاء الله نحاول نعطيه حقه ان شاء الله. سيري زينه، لا غنديروا ليه واحد ان شاء الله. والمشكل دابا راه ما كاينش، راه عرفتي في البلاصه ديالو ما كاينش ما شاء الله. أيه ان شاء الله يكون اللي كاين غنوريه لكم. شوفوا الالوان اللي جا في هذا الكويط، واعر هذا اللون، هذا حتى هو غزال، عجبني هذا الكوفر اللي هذا، وحتى الكبر ديالو راه باين. هذا اخطر، الناس كيفاش داير ما شاء الله. فاس هكا ازار، شوفوا الفاس الاخر كيفاش كيجي مانطا مبرة، واعر البنات الجديد اللي جا ما شاء الله. كيجي مانطا يعني فراش وغطى، تغطي على البلاصه ديال المانطا ولا تغطي بالبلاصه ديال ليزار. كيفاش كيجي في التفريشه ما شاء الله كيحمق. هذا تيفرش متر وربعين، الثمن ديالو 280، 300 درهم. هذا 280، هذاك اللي دوزنا البنات راه 280، ما قلتلكمش الثمن ديالو. هذا 300 درهم واعر. شوفوا اللون الثاني اللي فيه ما شاء الله، شوفوا هذا الفيغ وهذا، شوفوا هنا المانطا، شفتوا كيجي فاس مانطا وفاس كويت فاس ايزار. بقيت هزي هكا من هنا باش تبان لهم المانطا. لا هنا دي اختي، من هنا من هنا هكا هزينا ازين بهكا باش تبان لهم. شوف مانطا والفاس الاخر فراش وغطا، 300 درهم تيفرش متر وربعين. هذا هو الجديد اخر ما داخل في السوق. شوفوا عاوتاني هاد السواقه هادي ما شاء الله. قلبي ها هي، وكاين هاد اللون، هذا كانيش، هذا موديل اخر هكا نديرو لهم باش يشوف. شوفوا عاوتاني هذا كانيش، داك لا كاليتي الزوينه ديال الكانيش. انت هذا مخطوم مطلس حيت هو كون ما كان هكا خفيف فهمتيني كيكون زوين، ما كيكونش. حتى هو راه مخدوم مع هذا، شوف حتى هو راه مخدوم مطلسي. السيل عاوتاني جديد 300 كيفرش حتى هو متر وربعين. شوفوا هذا كاين هذا اللون غوز، هذا وكاين هذا السومو، هذا كله تيمشي فيه الابيض. هذا كله 300 درهم البنات، راه بدي لكم هذا الموسم بثمن ذات زوينين. شوفوا هذا هذا البلون، وغندوزو دابا للعبار الكبير. هو هذا الكويط البنات، العبار الكبير جوج على جوج الجديد، فاصه هو مانطا وفاسيزار. بغيتي تغطي بهذا الفاس، بغيتي تغطي بهذا الفاس، ها نتوما المخدات ديالو حتى هما كبار، داير بحال ستيل فراكه كاروات، شفتوا كيفاش داير. والفاس الاخر هكا ايزار، ها نتوما ما شاء الله في هذا اللون. هذا العبار ديالو كبير، هذا كان 400 درهم جوج على جوج من داكشي، هذا كان 400 درهم. شحال غيبقى اليوم؟ 350. فيه الغوز، شوفوا الغوز ديالو، والفاس الاخر حتى هو شتو فاس ايزار وفاس مانطا. كاين هذا الماغو، هذا كاين السيال ولا البلوغوا ياك، وكاين هادي داك الكويطه اللي شفنا. اييه دابا هادي البنات هانتوما باش نشرح لكم مزيان، هي حدايا هادي، راه هي هادي هانتوما، هادي راه هي هادي، غير هادي كتكون دائما في البيض، حتى في لي غون ماغازان اللي معروفين بلا ما نذكروا الاسماء ديالهم، كتكون هاد البلون، كتكون في اي دار. الناس اللي عندهم الحساسيه والناس اللي كيبغيو يزينوا الشوفه ديال لي شومبر ديالهم، كاينين هادو كانوا غير في البيض، ولكن طلب الكليون كانوا ديما كيجيو كيقول لك ما كرهناش كون كانوا في شي لون، باش كيبقى عندهم الاختيار واش يخشيوها، واش يديروها في الكاش ولا ما يديروهاش. في البيض كتكون مجبره انك هادي ضروري ديري لها الكاش كيحل فيه، ولكن هادي واخا ما ديريش الكاش كتديري هادي، كياخذوها الناس بزاف حيت كتكون مخيطه. ها انت هادي راه خياطه وتتوبها ما يشدش ما يشدش الغبره لا حتى شي حاجه، يعني حتى الحساسيه مزيان. كيكون التوب ديالها ليس، كيكون دوبل فاس، والقياس كبير كبر من هادو، هادي فيها 52 على 72 كبر من البيضه. كتجي حتى الماطلات الكبار 72. علاش هادي يقدروا الناس يستعملوها حتى اللي عندهم متر و80 وحتى اللي عندهم جوج على جوج، واش فهمتي؟ يديروها فوق السميتو ويديروا اي لون من هادو في المخاد، حيت هادو كيجيو ديما بلا مخاد ما شاء الله. شحال تيمشي هاد العبار الكبير؟ هاد 450. هادو 450، في هاد الكري هذا بالنوار، وراه دار غير في لاماشي. هادو اللي عندهم الحساسيه ناس كبار، وكيف ما شفتوا وهذه العبار كبير. ديري البلو ماغين مع البلوغوا
وهاد الموف ديري الموف في الديكغادي ديالو بحال الوينات اللي شفنا في بلاصه. هاد الباج بالطوب ديري الباج مع بالكري 450 العبار الكبير 50 درهم العبار جوج وخمسين على جوج وسبعين البنات تبارك الله كم ان شاء الله جوله في لي برودوي البنات. مهم جافيل ديال الالوان راه مقطوع ما كاينش غادي يكون ان شاء الله لنا واحد 3 ايام 4 ايام غادي يجي. غادي نمشي لواحد القضيه غنشرحها للمتابعات حيت قالت لي هند راه كيقول لي داك باش كتصب لطيف اختي الفوطات هذا ماشي صابون هذا كيرطب ومعطر في نفس الوقت يعني واخا ديري الحوايج بيضين. انا قلت لكم الفوطات حيت الفوطات ملي كنصبرهم فينا كيخرجوا لنا حرشين ملي كنشفهم كيجيونا حرشين هذا كيرطب سواء حوايج سواء فوطات. معاك نشكرت لكم البيض البيض ما بقاش راهم كلهم بحال بحال انا كتعجبني الريحه ديال البيض هذا معطر وفي نفس الوقت كيرطب بحال دابا الحوايج القطان الحوايج البيضين كدير انا كنديرو في الحوايج كاملين ولكن في الفوطات كنزيد نغيزه باش كيجيو رطبين. الثمن ديالو هذا ما فيهش الثمن البنات شحال 18 25 درهم. كاين هذا ديال الزليج دابا بحال هكا الزليج كيكون عندنا بيض كتكون عندنا هاد الكحوليه هادي هنايا هذا هو الدواء ديال جربتيها زينب مازال المهم هذا منظف حتى انا غنجربوه اليوم هنا نشوفوه يلا سيري مو حنا غنخويو انت كتخوي بحال هكا شفتوا المهم حنا خوينا انا غنخلي زينب تمسح تحك ونرجع لكم باش نشوفوه النتيجه اللي عطى كنحكو مباشره قدامكم ها هو نتا خصو يبقى المهم راه كاينه النتيجه كاينه وهذا تبارك الله ماشي موسخ راه داك هذيك السيمه اصلا ما كايناش شوف راه بدات كتبان النتيجه بارك عليك يا زينب. هذا هذه هي الخدمه ديالو البنات حتى الزليج ديال الكوزينه راه يخدم فيه دابا كيكون عندنا زليج الكوزينه بالاخص البلاصه اللي حدا البوطه حتى هو رشيه وخليه فيه عاد مسحيه خليه واحد المده الثمن ديالو هذا 18 درهم ياك 18 درهم اه 18 حتى هو ان شاء الله غناخذوه نجربوه. عندنا هذاك ديال الباركي الرخام ديال الرخام هذا كيبري ترخام ديال الكوزينه ماشي غير ديك الرخام الرخام كلشي كيخليه كيبري وكيعطي شويه الريحه انا دابا الرخام ديال الكوزينه اللي عندي فيه مشكل ما عندي في الابيض كنبغيه ديما يبقى نقي يخدم لي هذا هذاك ولكن خصك من الاول تمسحيه بهذاك تمسحيه البوطه هذا خلاص راه ولا هذاك الطوطال الموف هذا عندي كيليق لكلشي هذا في الصراحه تنرشو دابا انا البوطه وكنرشو حتى الحيط اللي ورا البوطه وكنخلي داك ولا هوط وكنخلي داك الشيء حتى كيهبط عاد كنمسح مره في السيمانه والبوطه راه فين ما كتوسخ بزاف حيت هو كيعطي حتى اللمعه اللي عندهم البوطه بالنسبه للبوطه العاديه لا بلاك هذا بالنسبه اللي عنده البوطه ديال السيراميك هذوك ديال الضو هذوك الكحلين هذا زوين راه ديما تنشكروا بالنسبه للناس اللي اول مره اللي دام فران غير رشيه وخليه ماشي في البلاصه مسحيه رشيه وخليه داك الشيء كيهبط كامل بوطه كذلك الحيط البوطه لاهوط هذا اللي فوتوي هذا اللي طاش السبرديلات الوليدات اي حاجه الحوايج غير هو اللون الكحل الماغو ما ترشوش عليه لانه اصلا هو ما كيبانش فيه الطباعي الطباعي فاش كيبانوا في الحوايج المفتوحين ديك الصفوريه اللي كتكون حتى تحت الابط الغونج والطابيسي اي حاجه في الطابيسي هادو اللي طاش واعر الى مثلا ما بغيتيش زعما تصبني داك زعما تحكي بيديك كترشي وكتخشي في الماشين داكشي اللي كندير انا حتى ملي كيكون عندي شي طاش حيت هادو انا عندي هادو مجرباهم هذا ما تندبوش عليه البوطه فين ما كاين اللي دام حتى بعض المرات كنرشو حتى في زيد لا حتى في الكوكوت مثلا في دوك الايدين ديالها ديال الانوكس كنرشو كنخلي كاع داك مهم حيت ما كنبغيش نضيعو بزاف كنرشو غير في الايدين ديال الكوكوت هادو هادو واعرين الثمن ديالهم 25 درهم 25 25 درهم نرجع لك نكملو هنايا هذا ديالاش هذا ديال الباركي عرفتي كديريه في الماء كيولي بحال الصابون البلدي هذا ديال الباركي لا هذا ديال الباركي ديال الباركي هذا ديال كتحط كتديري الماء سخون وكتخويه في الليل هكا في المجاري في القادوس مثلا ديال الكوزينه ولا ديال لافابو ديال الحمام كيهبط لك كان شي حاجه ولا كتكون حتى الريحه حتى هي كيحيد ديك الريحه اللي كتكون هادو ديال الحمام خديتيه بصحتك زوين
زوين. انتم هادو الحمامات كنديرهم هكا في داك الجنب ديال الطواليط اعزكم الله، حتى هما كيعطيو الريحه. ها هو هنا هكا شتو كدوزي الشتاء ديال الطواليط اعزكم الله. هادو غير ريحات، ريحات انا جربتهم كاملين كلهم زوينين، ما نقدرش نقول لكم هذه من هذه. جافيل ديال كيريكو واعر، هذا هذا واعر. انا وليت كناخذ دابا ديال 4 ايطر اقتصادي الصراحه. هذا ما تيدوز ليا والو، هذا ديال الحوايج. هنا الالوان كيمشيو على حساب الريحه، الريحه. ولا مثلا كاين واحد ديال ديزانفيكتون ديال البيض، هذا مثلا ديال البيض، هذا حتى هو ديال الحوايج بيضين. هادو وهادو كيكونوا كيختلفوا غير في الريحه، غير في الريحه. انا تناخذ الصفر اكثر، اللي فيه الغلاقه خضراء ديال الماعن، هذا واللي كناخذ اللي فيه الغلاقه خضراء ديال الماعن واللي فيه زرقاء ديال الحوايج. دابا غنضطر ناخذ 4 من هنا وناخذ هذا من الحوايج. المهم ها جافيل شرحت لكم، انا كناخذ غير هذا، هذا تيدو جافيل. هذا انا شنو تندير له للتسياق، انا خليه للحمام، هذا حاطه هنا غير في الحمام وللتسياق. حيت فيه الصابون فيه كل شيء. ومن بعد عاد دوزي بسانيكر واحد باش ما يتخلطوش بجوج. انا شوفي والله الا نيت ندير كاع ما كندير سانيكر واحد، كنبغي انا بالعكس ريحه ديال جافيل. شكون متفقه معايا؟ كتجي ريحه جافيل النقا، كتشم ريحه النقا. هذا فيه الصابون الجفاف، انا عندها كنديرو غير الحمام الجفاف للتسياق. هذا هنا كتبدل غير الريحه، كل مره كناخذ. اخر مره خديت الزرق، مره تناخذ الزرق، مره تناخذ الاخضر. هذا هاد الماعن راه ديك المره ما كانش هو جا، هذا واعر اقتصادي. هذا هذا ديال الايدين، لا هذاك ديال الحوايج، داروا فيه ديال الحوايج. حيت كنا الايدين كناخذ ديما ها الصغير ديالو، انا هو اللي كناخذ ديال الحوايج. انا ما عمري جربتو زوين، هذاك سرو زوين. شوف ما عمري جربتو، شوف قلت لي زين على حسابي. لا حتى انا على حسابي. شوفوا البنات شوفوا شحال خاطر، شفتوا هذا خاطر وشمي. هذا الريحه ديال كولونيا، فيه بزاف ديال الصابون، ريحه الصابون. هذاك كندير الريحه ديال كولونيا، جربوه حتى هو. هذا الكبير شحال فيه؟ هذا 5 ايطر، وهذا فيه 3 3 ايطر. انا بعدا واحد هذا ديال الماعن خاصني، هذاك الماعن واعر هذا. هذا هذا الماعن كيدوز لي 4 شهور انا حتى الخمسه واعر. لا انا 5 شهور 4 شهور صراحه كيدوز ليا خاطر، كيبقى شاد، ما كي اليدين ما كيحرشهمش، ماشي بحال داك البرودوي اللي كنعرفوا فيه الموف، راكم عارفينه. هذا زوين من نهار جربنا، حنا نهار خدينا اول مره كان 45 درهم ياك، عقلت كان 55 وكان 60 درهم، ودابا راه دابا 70 درهم. ها انت هو شوفوا البنات شوفوا، ها زوين واعر هذا البنات، هو على حسابي دابا 70 درهم تزاد في كل شيء. وبعد المرات راه ما كنلقاهوش، يمكن انتو حيدتو البرودوي. علاش ما كيكونش دابا بحال دابا مثلا شتي دابا هذا الناس علاش كيستعملوه؟ كاين اللي كياخذ فيه لا كونتيتي على حساب المطاعم والمعامل ديال الصدف، علاش كيصبروا به الصدف باش كيخرج كيبري. دابا هو نورمالمون راه كاين مقل منه الثمن، ولكن كيخرج لهم لابغيونس في الصدف، كاين اللي كيستعملوا زعما حتى في لاندستري كيستعملوه، داكشي علاش ما كتلقيش. وعرفتي بالنسبه للماعن فحال درتيهم في لافيسيل، بصح كيخلي داك لاش كيخلي داك البريونس، كيخلي الماعن اقتصادي. لا هذا واعر، هذا خويا ريحه الزفوره والو واعر. انا كنخلطو مع جافيل ما نكذب، انا تنديرو مع جافيل، انا تنديرو مع جافيل. ولكن شوفوا اقتصادي، ملي كانت لي كل دار كحيدو البرودوي عرفتي، كنبقى ندور عليه ندور عليه ندور عليه، باش كنمشي للشركه اللي كيتقضاو من عندها كناخذ من عندهم. والله الا كنت كناخذو. شنو اخر غادي نشوفو؟ مهم بالنسبه للبرودوي ديال الماعن، دابا جا فيه حتى ديال الحوايج، وكاين حتى دو ديال الحوايج كحلين. كنعرفوا بعض المرات الحوايج كحلين كيبهاتوا لينا، دابا راه كاين الصابون ديالهم هو هذا، الثمن ديالو 45 كيكون فيه 3، وكاين سمحي لي الحاجه، وكاين هادو حتى هما كيريكو، لا مارك كيريكو ديال الصابون حتى هما، على الروايح مختلفين على حساب البيض على حساب الالوان، حتى هما كيبقاو لكم الاختيارات. هذا اللي كنت خديت ديك المره كنت قلت لكم غنجربوا الرخام، هو الصراحه ما عطانيش فعاليه في الرخام، ولكن عطاني في السانيتير في لافابوات، سانيتير ديال الحمام لافابوات عافاكم الطواليط، كيخليهم رشوهم، ولكن حاولوا ما ديروش جافيل، لان ملي كتخلط جافيل مع هذه الريحه كتعطي واحد الريحه شويه كتخنق. رشوهم وسيري ضربي دوره، عاد دوزي ليهم الشتاء وشليهم كيخرجوا كيشعلوا اللي عندهم كل ما هو ابيض في الحمام. شنو اخر؟ هذا الخل، هذا الخل مسيبي الثلاجه، انا تنديرو حتى في لافيسيل باش كيحيد ليا الكالكير من
الماكينه ديال المواعن والتنظيف، تعقمي به الخضره الى اخره. كيريكو ديال الدجاج واعر، سواء الابيض سواء الازرق بحال بحال. انا كل مره كناخذ، مره تناخذ الازرق مره تناخذ الابيض. شنو اللي كاين اخر؟ كاين ساني كروات، هادو حتى هما ديال كيريكو على حساب العطور، هذيك غنمشي لها هي الاخره. وكاين هذا، هذا زوين ديال الخزامه، اللي دابو وحدو هذا، هذا ديال الخزامه زوين، ترشيه ملي تكملي التياق ترشيه في بيت النعاس ديالك، حتى هو زوين. هذا بحال الروح ديال الخزامه، يعني كديري منه غير شويه كيجي مجهد، كيدي لك هذا ترشي منه غير شويه. المهم الكريم ديال اليدين غني عن التعريف، واعر هذا. دابا ملي غيبرد الحال وقته لحقت 25 وهذه ب 30 درهم. هذا يلاه جابوه جديد، تاهو غناخد منه البودرة خاصة لإزالة رائحة القدمين، هذه ترشو في السبرديلات أحسن الوليدات ولا اللي كتعرقلو رجلو. أنا غنشوف زينب الطريقة اللي غادي ترشيه في السبرديلات، وتخليه بحال ما كنديرو البيكربونات، في بلاصة ما ديري البيكربونات كديري هاد البودر هذا. هذا أنا عطيتكم والفيديو غيجيكم طويل. هانتي هانتي كدعدي أشمي في ريحة فليو، هذا دابا كتبني في سبا كترشي رشة وحدة، ما تعاوديش ترشيها كاع، ويبقاو لك رقيقين، وسيرتو إلا كنتي دايرهم في لاماشين وخرجتيهم. هادو غنيين عن التعريف، هادو واعرين البنات. الحامض هو اللي خديت أنا، خديت الزرق، خديت الزرق، أي لون أي لون أي واحد فيهم زوين، كلهم زوينين. هاد المرة هادو محلولين باش كيشموهم، باش كيشموهم. هادو البنات 25 درهم الغمولة، بحال دابا ملي غنجمعو حوايج الصيف كتحطي معاهم وحيدة، هما كيمصو هاديك الريحة ما كيخليوهاش. حتى في لي غونجمون ديال ديال بلاكار ديريها في ساكك، شتي الساك اللي كتهزي في يديك روحيها فيه. ملي كنحل واحد الغونجمون عندي دايره فيه المان كتعطي الريحه، كنحلو تتعطي الريحه، حتى انا واحد لافاس ولا الدريسينغ غير كتدخلي كتعطيك الريحه، كتعطي فيه الريحه. اي بلاصه كتحسي فيها الغموله حطي فيها. هادو زوينين، هادو حتى هما مجربينهم. عندنا هاد المعطرات، هادو البنات عرفتي كنت خديتهم اول مره من عند ليكول دارك، ملي كانوا حيدوا البرودوي قلبت عليهم والله، عرفتي مشيت للمرجان ما خليت فين قلبت عليه، ها هو جا واعرين. انا جربت هادو خطيرين، كنت خديت يمكن هذا نيت ديال الخزامه واعرين 50 درهم، كاينين هادو ب 50 درهم، كاينين هادو ب 35 درهم الصغار. هادو كتديري هاد العويدات كتخشيهم هنا. انا شنو تندير، كنخوي شويه في قريعه اخرى وكنسد هادي باش ما كنخليهاش تبقى محلوله تضيع. شنو كديري انت؟ ملي غيشريو هاد البرودوي ديال لطيفه دوروا هنا، هادي ديالي زارة يلا طيفة ياك، توب هذا، شوف التوب، توب وتوبها فن البنات، توبها خيط وبليغون، هاي بليغون ديال الفران، شتي هانتوما الثمن البنات، وفيها اللوينات بحال هنا 25 شنو هذيك 25 25 درهم، 20 درهم للمتابعين، حتى هما غنكرمهم هانتوما البنات. شوف والتوب الفن، ماشي زعما هانتوما هادي ديريها لالا كنتي معانا قيسي التوب، شابعك قيسي التوب وقولي لي اش كاين. شوف كي جاك شتي التوب الخيط، ماشي شي نيلون ولا شي حاجه، زوين 20 درهم باللي قفلنا والله الا فنا. يلاه سير هاك، ها هي البنات هادي كاظم اللي كل دار. يلاه بصحتكم، دوزت لكم تقريبا كل شيء بلاتي بلاتي. كاين هذا، هذا تا هو جابوه، هذا تا هو زوين، انا كاع ما نصحابوش. هذا زوين، انا عندي الصغير ديالو، هذا زوين جدا، هذاك شفاف دابا عرفتي، ما يخلي لك لا شعورات مفشت حتى لا والو، ماشي غير الجليج، لكل شيء، شراجم، بيبان، تنشفي الحمام، اي حاجه زوين. انا عندي الصغير هذا خديت هذا، هذا الدجاج خليته غير الدجاج، هذا الدجاج كنمسح به الدجاج، كنمسح به هكا الدجاج ديال الفران، وهذا الجفاف، هذا الثمن ديالو 18 درهم، وهذا الصغير ما عقلتش 15 درهم. عرفتي الجليج الحمامات هذا زوين، هذا ما يخليش لك الخمله، اخص هذا الجليج هذا مع كتلقاي فيه الزغب الخمله، هادو واعرين. الصغير خديه للجاج، خديه لهذا، وانتم راضيين فينا حتى الطوموبيلات كيخليش الخمله واعر. انا كنت خديت الصغير ودابا الجفاف ديالو حتى هو كاين. المهم هذا الشيء اللي كاين، سمحي لي صافي، كاين هاد الشيتات هادو هكا كاين. المهم باقيين هادو لي ناب، هادو لي ناب انا ديال كاينين باقي اللي ناب. شوفوا البنات وكاينه هاد 3 بياس ديال لي شومغ كلشي شحال حتى هما زين. بعد 3 بياس شحال هادوك؟ 300 280 كانوا 350 البنات، شتي هادشي اللي بقى فيهم، هادشي اللي بقى شويه في الزربيه اللي عنده شي عبار
وكاينين هاد الاونتيطاج راه فيهم ثمن زوين بالنسبه لبلاصه بيوت الدراري ولا شي حاجه، راه كاينين فيهم ثمن زوين. وسمحوا لينا البنات طولنا عليكم شويه الفيديو، هما اللي بغاو قالك بغينا البرودوي شرحي لينا، شرحت لكم البرودوي ياك حنا معاكم خليكم معانا معنا. يلا البنات في امان الله، ما غاديش نزيدو. كنت بغيت ندير لكم حتى جوله في الفوطه، فوطات صغار، هذا الفيديو الجاي ان شاء الله. الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم. بسلام عليكم، في امان الله وحفظه. سلامه.